وكلمة الصدق دي معناها ايه بالظبط؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ الأمر تهنئة للأمة العربية والإسلامية بالأيام الطيبة المباركة التي نحن مقبلون عليها، وإن شاء الله بداية شهر رجب كما تم الإعلان عنه غدا بإذن الله. فتهنئة للأمة العربية والإسلامية بهذه الأيام الفضيلة التي نزداد فيها قربا وطاعة لله عز وجل. الصدق في أبسط معانيه هو قول الحق، أو زي ما بيقولوا كده مطابقة الكلام للواقع. فالصدق إن أنا أتكلم كلمة صحيحة أو كلمة يعني حق يعني. والصدق من محاسن الإيمان أنه يدعو إلى الصدق. الإسلام يعني دعا كل الأتباع إلى أن يكونوا صادقين. قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والدقيقة التي نتوقف فيها مع الآية قول ربنا تبارك وتعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا ما قالش اتقوا الله وكونوا صادقين، قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي أن الصدق يحتاج إلى تعود ويحتاج إلى تمرس. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق. يبقى مش من أول مرة، ده عايز تعود وتمرس. لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديق. القرآن الكريم بيعلمنا الصدق في الكلام، وديت يعني الأمر البسيط اللي يجب إن احنا نتوقف عنده. القرآن بيعلمنا الصدق في الكلام في قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لفتة جميلة جدا من القرآن الكريم. الغد اللي هو بكرة ده في علم الله، فما تقولش أنا هعمل حاجة بكرة وتقطع يقينا، لأنك لا تعلم هل ستتحقق أم لا تتحقق. وإنما القرآن بيعلمنا أدب الصدق حتى في الكلام. لما تيجي تتكلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب الصدق ده عبارة عن يعني مراتب أو درجات. في صدق مع الله، وفي صدق مع الناس، وفي صدق مع النفس. هنتكلم بالراحة كده عن يعني أو في عجالة عن الصدق مع الله. الصدق مع الله معناها الإخلاص مع ربنا، عدم الرياء، عدم النفاق. وده محور العبادة والطاعة. أي عبادة خالية من الإخلاص لله هي مردودة، اللي ربنا قال عليها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني أكوام العمل العالية كالجبال يوم الحساب قدام ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. يبقى أكوام الأعمال الصالحة دي كلها أحيانا يوم القيامة ملاش وجود. ليه؟ لأنها أعمال لم يرد بها وجه الله. يبقى الصدق مع ربنا إن الإنسان يكون مخلص مع الله في كل عبادة بتعملها، كن مخلصا مع الله تبارك وتعالى، لا ترائي ولا تنافق ولا تفعل هذا من أجل أن يقال عنك أنك تفعل كذا وكذا، وإنما لابد من إخلاص النية لله. يعني عشان هو كده الصدق ما بين الناس وبعضها هو أصله الصدق مع الله. نعم صح كده؟ احنا بدأنا بالأهم اللي هو الصدق مع الله، أن أنا أخلص النية والعمل لله. تمام. عشان كده ربنا قال في القرآن الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو اللي هو العمل المتقبل، العمل الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. ده الصدق مع الله بإيجاز شديد. نيجي للصدق مع الناس. وده ميدان واسع جدا، لأن هو الغرض من الأخلاق إن احنا نطبقها على مسرح الحياة.
نطبقها في تعاملنا مع بعضنا. الصدق مع الناس أن أكون صادقا في القول وأن أكون صادقا في الفعل. في صدق في القول وفي صدق في الفعل. الصدق في القول، هناخد مثال سريع جدا في صورة سيدنا يوسف، يعني معظمنا بيحب يسمعها ويقراها. في صورة سيدنا يوسف قصة جميلة جدا عن سيدنا يوسف وإخوته. بس إخوة سيدنا يوسف لما جم وقالوا لأبوهم إحنا فقدنا يوسف، وهم طبعا عملوا اللي عملوه في يوسف، قالوا إيه؟ قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ده كذب بالكلام. سيدنا يعقوب تعجب، يعني ازاي الذئب يعني حصل الكلام ده؟ فعملوا ايه عشان يأكدوا الكذب بتاعهم؟ أكدوا الكذب بالكلام والكذب بالفعل. قالوا ايه؟ القرآن قال ايه؟ قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبقى هم حتى البكاء نفسه كذب. مش لازم الكذب يبقى بالكلام، يبقى بالفعل يعني. وجاءوا أباهم عشاء إيه؟ يبكون. يبقى هنا الكذب أو عدم الصدق، عدم الصدق حتى بالفعل. ومن هنا نقول بأن الصدق مع الناس ميدان واسع. هناخد بس مثال صغير. فضل. المفروض نطبق الصدق على أعمالنا وعلى تعاملاتنا كاملة فيما بيننا وبين بعضنا البعض. ومثال ذلك حديث لسيدنا محمد عليه الصلاة